تحقيق الوضوء مع الغسل ليكون المغتسل متوضئا للصلاة. يرتفع الحدث الأصغر أولا ثم يرفع الحدث الأكبر. يلزم لذلك أن يمر أعضاء الوضوء بنية مستقلة، يغسلها للوضوء ويمر الماء عليها للغسل للطهارتين. يبدأ الوضوء أولا. أي نعم، ثم يمر الماء عليها مرة ثانية لرفع الحدث الأكبر. الوضوء لرفع الحدث الأصغر. نعم. وهذا الغسل العام هذا لرفع الحدث الأكبر. الأكبر على أعضاء الوضوء وغيرها. فإن مس فرجه بعد وضوءه من ظهر إذا مس فرجه بيده بكفه، إذا مس فرجه بكفه فإنه ينتقض الوضوء، يعيد الوضوء. له أن يؤجل شيئا من أعضاء الوضوء ليكون بعد الغسل؟ نعم، من الصفات المستحبة أن يؤخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ من الاغتسال ثم يغسلهما. يعني يتوضأ وضوءا أوليا لرفع الحدث الأصغر ثم يغتسل لرفع الحدث الأكبر ويترك رجليه في الوضوء الأول. هذه صفة. نعم. وإن غسل رجليه مع الوضوء فلا بأس. قصدي أنه يبقى مس الفرج لا ينقض لأنه لم يكمل الوضوء. الفرج فرغ منه وغسله بالاستنجاء وفرغ منه فلا يمسه بيده. نعم. أحسن الله إليكم. لكن يجري عليه الماء إجراء من غير أن يمسه. بواسطة الدش أو بواسطة الغرف. نعم. أو بواسطة الانغماس في الماء الكثير الذي يجري أو الكثير المستبحر. نعم.